في المارشي نتاع اكودا. دونك حكينا مع جماعه المنتصبين الداخل المتمسكين بحوالتهم يعطيهم الصحه وناضلوا مازالوا ناضلوا، ويقول لك احنا بالحق عنا ديون وان شاء الله نوفاوها مع البلديه، وان شاء الله البلديه توصل تعدل بالحق الاسعار نتاع الكراء وبرشا مشاكل تتحل. في المقابل نلقاو المنتصبين البر كما كل مرشيات البلديات الكل، وكما نعرفوا حال تونس الكل، ولكن اليوم لقينا احنا بورت بارول نتاع الناس هذوما المنتصبين البرا سي بلال. دونك خونا بلال باش يحكي لكم برشا حاجات ربما اللي احنا ما نعلموهاش، انتوما ما تعلموهاش، خلينا نشوفوا علاش الجماعه متمسكين بالانتصاب البرا وما دخلوش. بلال كنت تعطينا بالضبط شنو هو الحكايه نتاع الانتصاب هذه واكودا والقلوب المعبيه. القلوب المعبيه اول حاجه اكودا رئيس بلديه معناتها نزيه ونظيف، ماهيش هذه رمي اوراد وحاجه به. هذه نصبان برا مش تو عندها عام ولا عامين، عندها سنين ربي، هذه حاجه واضحه. على اساس هم عملوا مرشي جديد باش يلقاو حل للعباد البخل، معناتها اللي كانوا يحكموا قبله هو اللي كانت معتمده ما نعرفش فهمتني، قبل ما يعملوا مجلس بلدي. قالوا خسرنا على المرشي 500 مليون حسب اقوالهم هما مش اقوالي احنا. المرشي هذه اللي احنا صورناه اللي احنا صورتوه الفوق باهي، اذا كان نمشي نوريك المرشي تو انت ما تنجمش تدخل حاجه واضح. قالوا خسرنا 500 مليون، اول حاجه المرشي ما فيهوش تواليت، ما عملوش ماء، عملوا بات ما في حد شيء، 500 مليون ما نعرفش وين مشيت باش عندنا فيه. هو وقتها 500 مليون يعمل منعز المرشي في افريقيا وفي اوروبا، ما 500 مليون مش برشا. احنا منتصبين الفن، احنا كل عام وكل خمسه وكل سته شهور يجينا القوة الامنيه، خويا هم مشكورين على خاطر هم مين لا يستعملوا معنا عنف يحكيوا معنا، نطلبوا احنا مسؤول باش يقابلنا، ما يجينا حتى مسؤول، هما يجينا الامن يقول لنا احنا اصحاب، احنا رانا نفذوا في قرار ما عندنا حد شيء، احنا خاطر مكبشي ننصبوا لبرا. اخر مره في جان في هذايا اول راس العام حبوا يدخلونا الداخل ونحينا نصبنا، مشينا للسيد وتكلمت انا في اذاعه فهمتني، تكلمت في اذاعه وعملت على شنو اتفقتوا او وين وصل الحوار؟ الحوار مش تكلمت انا في اذاعه وهبت زملائي ومعناتها والنصاب فما ما يقارب ل 160 170 نصاب، راهو ماهيش عائله وماهيش اثنين، راهو 170 فما من السوق الاسبوعي والسوق اليومي. السوق اليومي شو طالبين انتم؟ طالبين عملنا اتفاق معاه اليوم معنا في جانفي. سامحني اتفاق كتابي او شفوي باش نفهم؟ كتابي يعني محض رجاله. سامح الامن حاضر ورئيس شرطة بلدية أكودة حاضر، رئيس شرطة بلدية أكودة ورئيس شرطة بلدية سوسة معناتها الرئيس المدير حاضر والكاتب العام والسيد رئيس بلدية. وقتاش؟ مع الحواتة في جانفي. جانفي شنو 2021 2022 هنا على اساس قال جانفي فيفري قال باش المقاول كملنا له فلوس وباش يبدا الاشغال، نكمل في افريل في اخر افريل باش نعمل البتة والناس الكل تاخذوا حوانتكم. التوا نستناه مقاول ما جاش ريناه هبط كعبه يجور ولا جاب باله ولا كسر ولا اللي عملوا. انت ستة شهور انا نستنى فيك باش تخدم، انا خويا اجي اعمل بتة صلح المرش اعمل بتة، ما قلتلكش اعطيني بلاش، نحب نكري بفلوسي نكري بفلوسنا، نهار اللي ما نخوش في البتة وتقاني نصب طبق علي القانون. اما انت مهم المرشي ومهم الاحوان فم او عندي قضايا مع احوان، عندي قضايا مع ناس تحوان مسكره في خي انا مش نقعد انت باش نحيني عامين وثلاث سنين لنتوفى القضيه مع الحانوت ومن بعد تقول لي برا امشي اخدم ايش تنعمل لك بتة. انت تقول لي توا صرف 300 مليون ولا سوق اسبوعي بحذا مقبره صرف عليه 200 مليون خي لو صرف انت هذا تو نعمل لك مرشي تدوخ. انت احكي لي يا خويا عملنا اتفاق بنيني مرشي اعطيني حانوت، ما قلتلكش كري لي نعمل بتة ندخل في البتة ناخذ 2 متر ونكتب انا بو صغار كاري وبو صغار ويعلم بينا ربي وشباب وانا خدم في زوز وفي ثلاثه من الناس معايا فهمتني، والناس الكل تخدم في زوز، الناس الكل ناكلوا في الخبز لاني جاي نسالك توا نبيل بالحق توا فهمنا الحكايه شنو، خلينا نزيد اني نلخص الحكايه الكل بالكل. المنتصبين البرا راهم صحيح ويعرفوا روحهم مخالفين للقانون وهذا باعترافهم هما، قال لك احنا سعينا للاتفاقيه والاتفاقيه صارت في محضر جلسه عمومي بحكم احنا مش حاضرين ولكن العهده على من رواه، قال لك احنا في محضر جلسه واتفقنا ووصلنا انه بالحق ناخذوا مرشيات واحنا كنا صورنا فما برشا احوانت مسكره. المرشي اليوم في سوق في اكودا حاشوا بالناس بالحق تعبيه وحاشوا بالناس تدخل للداخل. خونا نبيل قال لك احنا عملنا اتفاقيه على اساس انه في افريل توفى الاشغال والمقاول يسلمنا بلال يسلمنا الحوانت وندخلوا للداخل. اللي صار هذايا نظرين، الواقع انه ما صار حتى شيء، دونك يستمر الحال على ما هو عليه، الانتصاب الفوضوي موجود وسوق ماهوش متعهد بحتى الطرف باش يكون معناتها لائق.
فما حاجه اختي، احنا رانا نصبين لبرا فهمتني، هانا بعاد منظمين ننظفوا ناكلوا خاطرنا احنا بو عائلات، انا مع خبزه ولادي ونقولها، انا قلتها مش في معناتها في اذاعه تحب تقصها ما تقصهاش، انا مع خبزه ولادي خط احمر راهو في البلاد هذه خبزه ولادي، لا قلت لك اعطيني، لا قلت لك خدمني، لا قلت اعطيني حانوت نكري حانوت نخلصك، نهارني ما خلصكش اجا خرج خويا اعمل لي حانوت. ما تنجمش تعطي الحوين حتى لما يكون المرشي مؤهل، المرشي مازال ما جاش مقاول، هذه دونك لهنا اجابه تكون عند البلديه. حش من يسمع روغارات وسخ ما فماش تواليت، انت مراه مريضه بالسكر يا رسول الله، مراه كبيره، احنا فكوده معروفين نخدموا بنسيل كبار برجال كبار، مريض ما عندهاش وانت مش تعمل كي تشد اللحظه هذيك مراه مريضه بالسكر، ما فماش تواليت او الراجل يتصرف والمراه اش تعمل يا رسول الله، شيش ما معناش انت اخوي اعمل مرشي باي وحط عون امن وحط عون بلديه بركي نظف في مرشي كامل عون بلديه بركي يا رسول الله، راهو بالرسمي رانا عنا بالبلاد بالرسمي فيها كوده يا اخي، امشي نشوف الحل، شوف عامل لنا حل اخوي، يجي عامل لنا حل خل ندخلوا، مانيش ضد ما ندخلش انا. يعطيك الصحه نبيل طالب حل، ان شاء الله السلطه تتوصل الحل مع جماعه ذوما تقعد كما قعدت في جانفي الفات كما عملت اتفاقيه تسعى باش الاتفاقيه ذي تنفذها، فما اكيد فما كواليس اخرى احنا مش طالين عليها تهم البلديه بينها وبين المقاول وبين كذا، ولكن يجب ان تطرح المساله بصفه جديه، ويلزم كان يلزم زاد السلطات المحليه والجهويه وعلاش لا الوطنيه وزير مجلس الوزراء تنجم حتى تعدى عليها، خاطر مش مشكله اكد برك هذه راهي مشكله نلقاوها في معناتها مشكله عامه في مرشيات تونس الكل، المنتصب الفوضوي ماله الا تونسي يحب ياكل خبزه بعرق جبينه، ما يحبش يحرق، ما يحبش يسرق، ما يحبش يخطف، ما يحبش يبرك، يحب ياكل خبزه بحلاله، نعاونوه شويه شويه ميساج، هذا دورنا ماهوش مزيان.